عبد القادر عواد، أستاذ باحث وإعلامي، من مواليد 11 جويلية 1997، من دائرة ولاد ميمون بتلمسان الجزائر. القاطن بعنوان سيد السنوسي سيد العبدلي تلمسان، أستاذ باحث وإعلامي متخصص في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، محاضر في ميدان العلوم الإنسانية الفلسفة الأنثروبولوجيا ومقاربة الأديان، كما اشتغل بميدان الإعلام الثقافي. المؤهلات العلمية: شهادة البكالوريا آداب وفلسفة بثانوية الملك عبد النبي 2015 بسيد العبدلي بولاية تلمسان، شهادة ليسونس في الأدب العربي بجامعة أبي بكر بالقايد تلمسان 2015-2018، تحصل على شهادة ماستر بجامعة تلمسان سنة 2019-2021، مختص في الأدب العربي تخصص أدبي عربي، شهادة معتمدة في الإعلام الثقافي تحرير وتقديم بجريدة الوطن، جمعية أبواب الفن والثقافة والفنون، مؤسسة إزاد ومركز الفنون والمعارض قاركس. من الأعمال المكتوبة للسيد عبد القادر عواد من مقالات: مقال حول رسائل النور لمحمد سعيد النورسي، مقال حول كتاب المواقف للأمير عبد القادر، مقال حول كتاب المقرات الحاد لقطع لسان منتقد دين الإسلام بالباطل والإلحاد للأمير عبد القادر، مقال بعنوان الدكتور عبد الوهاب المسيري ودراسة حول الأيديولوجيا الصهيونية، مقال بعنوان مشروع الدكتور محمد عابد الجابري مفهومات جديدة. من الكتب التي ألفها عبد القادر عواد: مصطلح الفناء في الفكر الصوفي الإسلامي بين المفهوم والاستعمال أبو حامد الغزالي نموذجا، والنقد الفلسفي عند الفرق الكلامية المعتزلة والأشاعرة نموذجا. من خبراته العملية: هو معلم للغة العربية بالمدرسة عمر الخيام من 2018 إلى غاية 2019 في سيد العبدلي بولاية تلمسان، أستاذ اللغة العربية بمتوسطة هارون الرشيد سنة 2021 إلى غاية يومنا هذا في سيدي سنوسي تلمسان، منشط ببعض الصفحات سنة 2021، وركن المعرفة بالوكالة الماسية المتألقة للإنتاج السمعي والبصري بولاية تلمسان، عضو لجنة التحكيم بمسابقة تجويد القرآن الكريم ومقامات صوتية مسابقات محلية، ومسؤول الإعلام بالمكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، كاتب عام بمكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 2021، رئيس نادي الثقافي لدى العديد من الجمعيات والهيئات الثقافية: نادي أقلام الواعدة، جمعية الوصال الثقافية والسياحية، جمعية الأفاق النشاطات الثقافية، قائد بالكشافة الإسلامية الجزائرية بولاية تلمسان، منشط معتمد من الجامعة مستوى أكاديمي وخارج الجامعة، رفقة ممثلي المجتمع المدني هيئات وجمعيات ومنظمات، ممثل تلمسان بالمسابقة الوطنية للتجويد القرآن وترتيله على المستوى الوطني. من المهارات المهنية: التخطيط الاستراتيجي واللوجستيكي، التنظيم النقابي وتنظيم المكاتب على مستوى البلدية والولاية، الإعداد والتقديم والتحرير، الكتابة والتدقيق اللغوي، الإلقاء والتحكم في الجماهير، التجويد والمقامات الصوتية. متمكن
من اللغات: اللغة العربية، اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية. إضافة قام بدراسات حول اللغات السامية: اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الفارسية وعلاقاتها باللغة العربية. الحمد لله رافع السماء بلا عمد وواضع الميزان ليكون للوجود خير سند. أمر جل وعلا بإقامة الوزن بالقسط من غير تقصير ولا طغيان، فقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وذلك حتى تتميز الأقدار وتضبط قيم الاعتبار، ولا يقال على الحقوق غبار أو يطالها غبار وشبه أقدار. باسم الإله وفي ثنائه أبتدي، والشكر يأتي بعده وتحمدي، وبخير ما استهل به ذو الحجى ذكر الصلاة على النبي محمد. الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تنجلي الهموم ونقتدي. وإلهنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على النبي محمد. تحت رعاية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وإحياء للذكرى 61 لعيد الاستقلال 25 23 بعد 2000، تنظم الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني المكتب الولائي وتلمسان بالتنسيق مع المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة لولاية تلمسان والجمعية الشبانية للاتحاد من أجل الازدهار والاستثمار والتنمية لولاية تلمسان، ندوة تاريخية بعنوان دور المجتمع المدني في تبليغ أمانة الشهداء للأجيال الصاعدة والحفاظ على الهوية والسيادة الوطنية. خير ما نستهل به مجلسنا هذا هي أن روعت مسكا يفيض بيانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بدون مزدانا، لبناته اكتملت في حفظ كتابهم فكانت كالبدر حين يتم بدر السلام. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم. أيها الجمع الكريم، ننشد المقطع الأول من النشيد الوطني جماعيا على أن تتمه الفرقة الحاضرة معنا باللقاء. أيها الجمع الكريم، أناديكم بالوقوف تحية تاريخها لمريد المجد خارقة سنهاد عصرة العادينا العقل. أرحب بكم أيها الجمع الكريم على لسان كريمة، عندما قال: ما لي أحن إلى من لم ألقهم أبدا، ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الضامي وما ورد، وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد روحا كلما ابتعد، بل قربه بعده لا فرق بينهما، أزداد إليه شوقا غاب أو شهد. وإن رمت الترحاب بكم على لسان سيدي أبي مدين شعيب الغوث عندما قال: أحب لقى الأحباب في كل ساعة بأن لقى الأحباب فيه المنافع، أيا قرة العيون تالله إنني على عهدكم باق وفي الوصل طامع، لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع، حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت عن موسى تلك المرابع. وجه الكلمات الأولى دون إطالة عليكم إلى أهل الضيافة ونحن في حاضرة وحواضن المشهد الجهوي للمجاهد الأستاذ الغني عن التعريف أستاذ يحيى مجد، فليتفضل إلى المنصة. مشهور ترانيم العلم الوطني التي خطها مضي، وللحرية الحمراء باب بكل يد ممرجة يدق، كان ميداد القسم يعبر عن الكلام، ووطننا فيه كلام وكلام، لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتضراف الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين الدخول فالذكابك، فقلت له: دعني فإن الشجا يبعث الشجا، فذكته قبر ابن مالك. أنادي الآن السيد الأمين الولائي للاتحادية الوطنية للمجتمع المدني أستاذ بوغدان زغلول الفريق فضلا مشكورا. رسالة يبثها الأجداد للأحفاد، كان الشيخ يقول للفتى محمد الفاتح: محمد الفاتح يسأل شيخه فيقول: ما هذه يا شيخي؟ فيقول: إنها القسطنطينية وإني أراك فاتحة.
فتوارث الأحفاد ما قدمه الأجداد، وفهم الأحفاد مسؤولية تقديم الأمانة للأجداد، فكان شعار اليوم الحفاظ على وصيانة الاستقلال. وسطر هذا صاحب الظلال فقال: إن كلماتنا وأفكارنا تظل جثثا هامدة حتى إذا سقيناها بدم الشهادة دبت فيها الحياة من جديد. حلم الاستقلال وحلم الانعتاق كان رهنا بالخيال، تجسد حقيقة واقعا معيشا عندما سقي بدم الشهادة. ولنا للشهادة 1000 دليل ودليل، ولنا للتضحية 500,000 دليل. أنادي السيدة الأمينة الولائية لمنظمة المجاهدين الحاج عز فردوس فليتفضل إلى المنصة مشكورا تحت تصفيقاتكم. وللذين يترصدون بالوطن العزيز 1000 شبهة وشبهة لم نجد لها غير قول المتنبي قبل 1200 عام: قوم إذا لامس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع. ومن باب إيجاد العبر والمثلات، كما عودنا المتحف الجهوي للمجاهد بلمساته الإبداعية المتقنة والجديدة طبعا في نسج وتصميم وإنتاج وإعداد شريط وثائقي يلخص بعض الحوادث ستشاهدونها الآن على شاشة العرض. جماهيرية أجرت الجزائر لتسمع العالم صوتها وتعبر عن حريتها في تقرير مصيرها. منشط بامتياز، نتمنى لك التوفيق في الحياة الشخصية والمهنية. دمت في رعاية الله وحفظه. تغطية تعود للسيد نعوم عمر.